السلام عليكم. السلام عليكم يا جدعان، منورين يا جدعان. الفيديو بتاع النهارده، ومعايا النهارده الضيف العزيز دراجز اللي بيطلع عيني في الفيديوهات لما بينزل سبورتني. نور يا زميلي، نور. قولوا له يا جدعان، قولوا له منور يا دراجز. ايه ده، انا فتحت نور ثانيه. وهشرفنا النهارده بفيديو الاستعراض بتاع الاكونت اللي هو كان اول اكونت على اللعبه، واتبند 10 سنين ظلم لان قامت ضده حمله يعني وبتاع، حوار كبير. قبل ما تبدا الفيديو بقى، عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اتكلم يا عم، اتكلم يا عم. ايه في اللعبه وهنا المفاجاه بقى، ان الاستعراض بتاع الاكونت ده في سيزون 14 اصلا. يعني انتوا متخيلين هو في سيزون 14 كان معاه كل حاجه نزلت في اللعبه، غير ان في حاجات متكرره. عامل حاجات 50 60. عد انت بقى، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ وقبل ما نبدا يا جدعان، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والديسلايك. ولا يا ناقصك، مش كفايه المتوحدين اللي بيعملوا ديسلايك؟ انا متوحد من ويلا بينا مع الاستعراض. نخش نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا جدعان، معانا اكونت حمد، يعني من الاكونتات الثقيله في اللعبه طبعا. هو كده اكونت خليفه. ايه ده، ده اكونت خليفه. اوه ده اكونت خليفه، ما اعرفش خليف. انا لقيت حمد منزل الفيديو فانا قلت حمد بقى. بصوا يا جدعان، ساعه الاستعراض ده ساعه الفرعون، يعني مود الفراعنه. فيعني الاستعراض ده غير ان هو قديم، هو غشيم. سيزون 13 بجد؟ اه والله 13 كده. قديم قوي يا اسطى. ايه حدا مع 4 يا صاحبي؟ بص الريسيكل كان عامل ايه ساعتها. بي ان جي، واخدين بي ان جي حطيناها في اللعب. يلا خليفه ورينا. اوكي بسم الله. هو ده يا جدعان، ده كان اغلى اكونت في اللعبه، ماشي، واتبنت ظلم. بص بص بص، اسود ومنيل. بص اول حاجه لبست فرعون دي، دي سهله دي معايا يا جدعان، مفيهاش حاجه. دي مش فرعون يعني، حاجه من الايام الفرعونيه يعني. و طب ايه، هتورينا ولا ايه؟ المخزون. مش لازم يا عم، عامل لعبه عربي ايه كده. ايوه يا ابني، ما هو ده، هو لغته حر. مش انت لازم عامل لي تينك بقى وبتاع. بصوا يا جدعان اللبس، انا بحب اللبس الابيض بتاع جولدن بوي. بص معاك كام سيلفر؟ 1.5 مليون سيلفر. الله يا نهار اسود، انت خدت بالك ان الطقم ده 12 واحد؟ الطقم الاسود ده 12 يا جدعان، الطقم ده 12 واحد. معامل موميا 3، انت كان معاك 2 يعني. اه معايا فككتها، فكتها بسيلفر يا جدعان. بي دي دي اللي تتشل، مش هي دي، هي كنت تتشلي تتشلي. كام سيلفر بقى؟ بص بص الطقم بتاع اللي هو الرقص بتاعك كده بقى، لبس تربون اهو في ايام التلج، واللبس الاحمر. ايه اللبس ده؟ سيزون كام ده؟ ايه ده يا صاحبي، ما شفتوش قبل كده. سيزون 4 تقريبا. لا 4 يا ابو الجمدان. بص بص اللبس، نفسي يدوس على اللبس، نفسي يدوس على اللبس الاسود ده يا عم. الجوكر والنبي ورينا اللبس الاسود ده يا صاحبي اللي فوق. نفسي اشوف الاسود اللي فوق، اللي هو فوق الجوكر ده معايا. اوه بس حلش زوزو. الاسود الاسود اللي على اليمين ده معايا، ده جامد، ده جامد، ده كان بتاع ابن سوريا. انا نفسي الاقي اكونت فيه لوبي ابن سوريا. يا لهوي مع لبس اسامه حبيبي 10 مرات يا ديني. اسامه حبيبي يا جدعان، اللبس بتاع اسامه حبيبي ده جامد. لبس جودزيلا برضو جامد، كان معايا في الاكونت القديم. انا لبس مين تاني؟ لبس جودزيلا الاثنين مع 5 من ده بتاع فينوم ده. يا لهوي ايه اللبس اللي على اليمين خالص ده؟ دي برضو اللي على اليمين خالص ده، هو ما يجيبش حاجات غريبه دي ليه؟ انا ما شفتش لبس الاحمر ده قبل كده. ده انا شفت. ايوه كده، ده انت شكلك يا ابني يوتيوبر اكتر مني يا ابني. كاريزمات بس فرق. ده لبس بي ام سي او. الله الظهر بتاع اللبس ده حلو، ظهر اللبس بس حلو. اه انا معايا الابيض منه بقى، انا معايا الابيض من اللبس اللي انت بتقول عليه ده. ايوه معايا. اوف ده مش معايا. الاحمر اللي تحته اجمد، الاحمر اللي تحته لبس احمد جيمنج بتاع الجوكر. احمد جيمنج. ايه ده احتفالات تانية. اه يا لهوي، واللبس كل لبس السبنات موجود معاه. معاه كل حاجه، هو كل حاجه معاه اصلا يعني. اي حاجه نزلت في اللعبه موجوده. تعال نعمل تحدي، نشوف حاجه مش معاه ونقول ان هي مش موجوده، ولو لقيناها كده زي لبس وش وش الجوكر بتاع سيزون 2 معاه سهل. هنعرف تعالى كده عشان انت اهو فرعون ماكس، فرعون الغلاب. بص معايا كده مش مطور. يا لهوي على المسك، كم مسك بس. هو ده يا جدعان اول اكونت كان هيجيب المسك البروز المسك، بعد كده اتبند يعني. الله يرحمه احسن، هو جابه تقريبا. لا لا كان فاضل له 5 أو 6. بص يا ديني راس الحمار. بص معاه 13 من دي اللي هي بتاعت اللبس البوت بتاع البوت بتاع اللي نزل دلوقتي في سكويد جيم. دلوقتي بقى في سكويد جيم. الله. وبتاعت بايرتس اوف ذا كاريبيان اهي، بتاعت القراصنه. مين دول؟ ايه ده يا ابني جامد قوي بتاع دي، كيوت. الوش ده طالع فوق خالص، مش عارف ليه مفيش مكان. وش الدجاجه ده ايه؟ وش الثعلب ده؟ يعني لبسه الثعلب. الله الله يا ابني، والله والله يا جدعان الواد انا ايه ده؟ ايه النضاره دي؟ ايه ده؟ والله اول مره اشوفها. نضاره مسك؟ لا بص شكلها حلو اصلا، نظاره اعماق البحر. دي تلبس على الموميا؟ رهوي. اصلا اي بس لابس عليها كمامه هو معاه. اه ايه 6 مسك؟ 6 مفيش غير 3 اصلا، معاه 6.
استنى بس ثلاثة ثانية بس، أنا معايا منهم، أنا معرفش منهم غير اتنين بتاعت سيزون واحد اللي هي الحمرة اللي هي على الشمال تحت دي بتاعت سيزون واحد. ما كانش في ميسك سيزون اتنين أو حاجة، يلا اللي هي كانت مع لبس الجولد السنة دي بريمير دي صح؟ أيوة أيوة دي أنا عارفها، دي في سيزون قديم يعني اللي أعرفهم دي ودي ودي ودي، دول بقى إيه؟ إيه اللي فوق دي صح؟ اللي في النص فوق دي شنط المسك يا ديني ده معاها منها 8 و7 معت... و2 اه الله او لا لا عربيه بتاعت رمضان بتاعت واز واز دي دي شكلها انضف واحده بتاعت مافيا دي دي قديمه وعربيه من سوريا وعبيب يا لهوي بقول لك كام واحد يا جدعان خلينا الاستعراض ده في سيزون كام 13 14 سيزون 13 14 يعني دلوقتي خلاص خلاص امشي يعني دلوقتي لو كنا بص بص شنط عربيه ده ماكس يا ديني يا حلاوه يا ديني دي الاستعجاب ده مش سبب ديني يا جدعان بس عشان الناس اللي بتسرح عشان عارف الشيوخ اللي هتيجي في الكم ده اوعى دي شكلها حلو بصراحه بس العبيد شكلها متغير اصلا اه شكلها وحش شكلها متغير في العاده شبه المكعبات عبيدي وحش دي اللي هي اللي عليها الوان دي وحش ايه ده ثانيه بس سيزون 3 سيزون 3 ايه العربيه دي سيزون 3 4 ايه ده يا ابني ده مفتش قبل كده خالص التحديه بتاعت ابن سوري يا عم دي كانت نازله ب 400 سي هو كان مسمينها بتاعت ابن سوري انا فاكرها كان الأغنية بس اللي معاهم هم 400 سي في عربية فيكندي دي بتطور هي منها كذا بحبها قوي دي بتاعت فيلم الرهيبة يعني هما بيفكروا أيه. في الحاجات اللي مسك ومعاه مليون ونص سيلفر بص انا ايه ده ايه ده ده ايه ده ان شاء الله ايه ده بس انا مش اقسم بالله انا ما شفت السكن ده قبل كده اللعبة انت شفته انا ما شفتوش لو انت شفته برخت. اه دي انا شفتها دي قديمة برضو أيه. دي الوحيدة اللي شفتها اصلا هو ما بتاعت البوليس مع البوليس بس رهنك بقى اللي معهوش البوليس بتاعت سيزون 2 اللي كانت معايا في الاكونت القديم ايوه دي بتاعت ريزيدنت ايفل اه دي بتاعت ريزيدنت ايفل انا كان معايا بقى البوليس البوليس بقى اه عربيه دي جنب ماكس ماكس اه دي اللي فيها الجنط جنط يا لهوي انا عشان شكله هيكسفني استنى اه العربيه الحمراء الشرق وليه ما جابش اللي فيها يا لهوي على الجمال ما جابش اللي فيها ايه اللي هي اللي فيها الماس دي دي حلوه برده دسي حوالين رنه حيوان الرن 15 واحده من دي 15 واحده من اللي هي ب 10 اللي كانت في الاسبان ده شكله فتح بالاسبان ده بمليون سي مع مع العربيه بتاعتي السودا اللي هي اول واحده ده كل العربيات المميزه اللي في اللعبه معاه كلها حتى الصفرة دي انا قلت الصفرة دي اكيد مش موجود بس ما هوش العربيه اللي انا ازاي ده معاك حاجه في اللعبه اوه جامده دي بحبها هل تلعب بيها سكريم دي لا هو ده ينزل اي مابا مع دي بقى اللي تلعب بيها لا دي ميرامور بس مرادو ازاي بقى والله ميرامار بس بص موت يخرب بيت العظمه لا والثالث الثالث ده اللي هو احسن واحد بصراحه مركبه عليه وش حمار ايوه ده يعني ده من غيره وده بيه يعني لا هو شبهه اصلا ده في شعر بص بص يا جدعان يخرب بيت حلاوه ما شاء الله الله يرحمه هو ده احسن واحد هو راح اصلا من حسب الاكونت ايه الموتوسيكل ده بص بتاع الجبال ده بتاع إيه العجلات ايه الحاجات الغريبه دي يا ايه ده دي فطوطه الناس اللي بتقعد ايه ده دول تلات عجلات اللي هو 18 موتوسيكل يعني او 18 منه عادي الحاجات دي سهله هو ما جابش الموتوسيكل التاني بتاع الجوكر ماشي المركب الله معايا المركب مع سبعه من المركب ايه ده هو مش عاجبه المراكب الله العظيم ربنا يعني ربنا يسامحك يا اسطى إيه انت ايه الراسات المسك اكتر من اللبسات استنى بس استنى 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 بص بص ان ده 19 كانت اللي نزل بكل مسج كانت لسه نازله عاملنا خمسه بص تصنيف متصنف التالت على اربي في سيزون 9 كان متصنف الاول في سيزون 13 حاجه زي كده يعني نعرف دلوقتي بص شاحن من ايه اهو مكافئ سيزون 14 ده سيزون 14 من اول سيزون 14 في السيزون 9 كان التالت للعلم يا جدعان خليفه ده صاحبنا يا جدعان ماشي كونكر سيزون 9 ومسابره مصير مميز ويا لهوي على اسلوب الخرافي من زمان شكله ايه المغوار دي اهو يا راجل اورا تشيب محصل زائد يعني اوفر تشيب المغوار دي كانت بيرفكشن ترى لا مش بيرفكشن 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 كان بيبيع الاكونت مش عارف هو ايه اللي بسم الله ما شاء الله ورشه العمل انت 13 فريند يعني المهم في اي بي ايه ده ايه ازاي كان جاب الاي ام ده بقى ايه ده ما جابوش ما فيش اصلا الاي ام ده لسه موجود لحد لسه ما نزلش ايوه ما ازاي لا حطوه كده بس هو الثلاث اسلحه دي مش عارف هو نسيه تقريبا ايه ده لسه كان لسه ما جابش ام 16 عارف ازاي بس هو جابه وطوره ماكس اصلا ايوه انا عارف بس هو عايز يبدا بقى من هنا لين فور التاجي طبعا كل حاجه ماكس كل حاجه اكيد ماكس كل الاسلحه اللي موجوده في الاكونت ماكس ايوه فرق جودزيلا ماكس والسكار المايه ماكس بالنسبه للحاجات اللي فيه دلوقتي برضه ولا حاجه ايوه انا عارف هو دلوقتي يا جدعان هوريك سكرين شوت منه بس دلوقتي كده تخش
مع كل سكنات اللعبة. يا لهوي ده الاسكار ده ماكس، الفيكتور كمان ماكس، ولين فور الرحاله ماكس. ماكس تومي ايه ده؟ ايه ده ان شاء الله. والتومي ماكس، التومي ده معايا ماكس، بس ان فور الرحاله انا بحبه بصراحه، هو بيطور حتى الاسلحه ما العبش بيها. اوكي والتصل ماكس، دي بي ماكس، ام ماكس. ايه التصل دي اصلا؟ دي التصل معايا ماشي. الروم ماكس، الجروزا ماكس، حتى الاسكار اللي ما بيلعبش بيه. انا ما شاء الله شفار، انا ما شاء الله ما شاء الله كم انت فجر فشل. بس راح يا حبيبي خلاص. كعبات حطش في ماكس. اوه وده كده اصلا البي بي والكارد مش عاجبني. من احسن صناديق في اللعبه، اقسم بالله من احسن صناديق. ده ايه ده؟ ده معاه كل حاجه. ايه ده السكوب عليه بيبقى بلون؟ ايوه ده مطور السكوب، طور السكوب، عنده سكوب 10 فيكتور ماكس. احنا غلب مع كل حاجه في اللعبه ما عدا الحاجتين، معاه كل حاجه في اللعبه لحد الوقت ده ما عدا الحاجتين دول. اي حاجه بعد كده نزلت بعد كده جاب. الام 16 نزل، مش غير الاف كي اللي هو لسه ما نزلش. يخرب بيت العظمه، ايه الاوزي ده اصلا؟ اذا الاوزي ما جابوش، هو ايه الاوزي ده؟ ده اوزي يا عم، ده مع سكيلتون. موزه سكيلت مع كام؟ ما كانتش لعبه ساعتها معاه 8 من الفزاعه، معاه 8 اكيم الفزاعه بس يا اسطى. كان كان ينفع تخيل بقى لو اللعبه دي ينفع ان انت مثلا هو معاه 8 يديني واحد على الكونت بتاعي، ممكن شادي ولا لا والله 5 يو ام بي من معاه 12 من الذهبي. ارحمني ارحمني يا ربي. اخش العب جيم ولا ايه؟ الليفل بتاعك عليا ده كده خلاص كده. والله العظيم يعني الاكونت ده يا جدعان من اتقل الاكونتات اللي كانت في اللعبه، بس الله يرحمه احسن ليه يعني، اتبنت ظلم. فادعوا يعني ان ال10 سنين يعدوا بسرعه، او ابعتوا له شعبيه يعني، ابعتوا له شعبيه. هوريكم دلوقتي، احط لكم سكرين شوت شوفوا منظره دلوقتي هو عامل ازاي. اصلا مفيش سلاح في اللعبه ومفيش لبس في اللعبه ما كانش معايا، هو ده كان الاول يا جدعان في اللعبه كلها في الشعبيه. اشوفكم بكره الساعه 5:30، ما تنسوش يا جدعان ما تاخروش، وارد على كل كومنتات الفيديو ده.